الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ظاهر رجل من زوجته فهل يكون على الزوجة كفارة ظهار؟ إذا يقول أحسن الله إليكم: إذا ظاهر رجل من زوجته فهل يكون على الزوجة كفارة الظهار؟ سبحان الله، هي مظاهرة، الكفارة على المظاهر وهو الزوج. لكن لو قدر أن امرأة قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فالعلماء اختلفوا في هذا، منهم من يقول هذا ظهار مثل ظهار الرجل، ومنهم من يقول لا، هذا يمين يكفر باليمين، عليها كفارة يمين، وهذا هو المفتابه الآن، أن عليها كفارة يمين، إطعام 10 مساكين إلى آخر الكفار. نعم.